السلام عليكم. الفيديو ده هنشرح فيه ساوند كنترول تيستنج، او يعني فيديو بيشرح جزء نظري شويه ملوش علاقه، هو مش نظري، في بعض الكالكوليشنز بس اقصد ان هو ملوش علاقه بالكالكوليشنز الخاصه بمشروع الكاستنج بتاعنا. احنا مركزين على الساوند كاستنج، مركزين على جزء منه الساوند نفسه. الساوند نفسه ما بيبقاش رمل عاديه اولا، ويبقى ليه تركيبه كيميائيه معينه، احنا بيبقى ليها نسب وليها ستاندردز، يعني مش عشوائي كده. الساند كاستنج ساند عباره عن زي ايكويشن كده ليه كومبوننتس. اول كومبوننت الساند نفسه والساند جرينز، حبيبات الرمل. البايندر الحاجه اللي بتجمعهم مع بعض، البايندر دوت زي حاجه بتجمع الرمل مع بعضه وبنزودها، وهي في الغالب بتبقى كلاي اللي هو الطمي. بتزود الايه؟ بتزود التماسك، تلاصق الجرينز ببعض، يعني هو مش رمل بيور، مش حبيبات رمل بيور، الرمل مع بعضه بيبقى ليه تماسك بس الكلاي بيزوده. البايندر هنا بيمثل حاجه زي الاسمنت مثلا مع الرمل في الخرسانه، بيزود التماسك بتاعها. الووتر ده الميه، هو عامل بياكتف البايندر ده، بيزود الاكتيفيتي بتاعته. الاداتيف دي شويه اضافات احنا بنزودها عشان نوصل لبروبرتيز معينه للساند. كل ده بياكد حته ان الساند مش ساند عادي، يعني مش ممكن في الشارع نجيب الساند ده نشتغل بيه. بالنسبه للساند بشكل عام هنتكلم فيه ثلاث انواع مشهورين، عندي السيليكا وعندي الزيركونيوم وعندي اوليفين وعندي كروم، كلهم انواع مشهوره. انت اللي بيفرق ما بينهم، يعني مثلا السيليكا ده اشهرهم وارخصهم، الزيركونيوم ده ايه؟ اغلاهم مثلا. اغلاهم ليه بقى وليه ده اشهرهم؟ اشهرهم ان هو ارخص واحد تقريبا في العالم كله السيليكا داخل فيه في الساند كاستنج. السيليكا مقارنه مع الزيركونيوم مثلا، لو هنقارن ما بينهم عند نفس التمبريتشر، يعني لو ده كده ما بين التمبريتشر ما بين حاجه اسمها لينير اكسبانشن، عند نفس الحراره هنلاقي اللينير اكسبانشن بتاع الزيركونيوم تقريبا 45% في المليون. يعني تقريبا لو عندي متر من الرمل مثلا مرصوصين جنب بعض، بيحصل اكسبانشن فيه تقريبا ايه 45% في المليون، في المقابل الاكسبانشن اللي بيحصل في السيليكا 1.6%. معنى كده ان الاكسبانشن اللي بيحصل في السيليكا اكتر من الزيركونيوم. انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول ان الرمل بتاع السيليكا بيتاثر بالحراره، وده برضه بيتاثر بالحراره، بس في فرق ما بينهم. الزيركونيوم ده بيتعامل مع الحراره ويستحمل لغايه ليفل اعلى من السيليكا، فبالتالي ده انساب، لان انت مش عايز الرمل ايه؟ مش عايز الرمل يتفاعل مع المعدن، مش عايزه يتغير او يتحرك او يتمدد او يقع ينهار، لان هو ليه ليميت برضه. فانا محتاج حاجه الى حد ما ثابته خلاص بتاعتها تقدر محافظ عليها حتى في الحرارات العاليه. فعشان كده الزيركونيوم ده يبقى ده مثال بسيط للانواع، وزي ما قلنا السلك ده اشهر واحد، ده اغلى واحد. طيب بالنسبه للخواص المطلوبه في الساند، ده سؤال نظري وتقريبا ما فيش امتحان بياخده منه، يعني احنا لازم فاهمينه. دي كده زي اجابه مختصره ليه، انت ممكن تزود عليها، اهم حاجه تبقى فاهم ايه هي الصفات اللي انا طالبها تبقى موجوده بالاخص في الايه؟ كاستنج ساند، ولازم تبقى ايه؟ متوفره فيه. عندي حاجه اسمها هاي ريفراكتنس. يعني ايه ريفراكتنس؟ يعني تحمل الحراره او تعامل مع الحراره من غير ما تغير في الصفات بتاعتي بشكل كبير. تحمل الحراره، مثلا حاجه ليها ريفراكتنس كبيره الرمل نفسه، او حاجه زي السيراميك. الرمل او الحراره ما بتاثرش عليه بريد كبير قوي، هي بتاثر بس مش بريد كبير قوي. الكولابسابيلتي، انا عايز سيتبل او هاي كولابسابيلتي، يعني ايه؟ عايز لما اجي اهد الرمل واعمل اكستراكشن للكاستنج يبقى سهل معايا ان هو يتهد بسهوله، مش لازق في الاركان، مش في مشكله ان هو يتهد ويتفك من بعضه، مش ماسك في بعضه قوي يعني. عايز سيوتابل برمابيلتي، ليه سيوتابل؟ ليه مش هاي ولا لو؟ البرمابيلتي هي النفاذيه. لو عاليه قوي النفاذيه هتلاقي ايه اللي حصل؟ هتلاقي المعدن حصل له فلو ما بين الفراغات، يعني فراغات كبيره ما بين ساند جرينز. هتلاقي الحاجه بردت قبل اوانها لان الهواء طلع من بره وممكن يخش لها شوائب. طيب لو لو برمابيلتي، لو لو برمابيلتي تبقى مصيبه برده. الهيت ترانسفير هيبقى فيه مشكله، الحاجه تفضل سخنه فتره كبيره، ممكن تتفاعل مع الرمل اللي حواليها، ممكن تعمل كدمه، ممكن لما تيجي تفتحها ممكن تكون انت فتحتها قبل اوانها فتعمل مشاكل. فاللي انا عايزه هو العالي والقليل، انا عايزها ايه؟ سيوتبل برمابيلتي، سماحيه او نفاذيه كويسه. عايز السترينث بتاعته عاليه، وده بديهي شويه، انا عايز هاي سترينث سواء كانت جرين او دراي.
جرين ديت يعني نوع او كيس بيتواجد فيها الساند لما يكون فيه رطوبه عاليه بيسموه جرين ساند. دراي ساند دي لما اسحب المويستشر منها. وده ترتيب الخطوات اللي انا بشتغل بيها. لو انا بعمل ساند كاستنج بعمل مولد وهو في حاله الجرين ايه؟ جرين ساند. عملت القالب وركيته وخلاص ابدا اسحب منه الميه دي عشان ما ايه؟ ما تصب معدن ما يوفرلكش بخار ميه يعمل بوروزيتي جوه. وفي نفس الوقت عشان ما يبقاش ضعيف طول ما هو في ميه فهو ضعيف ممكن يتشكل زي من حمل زي حمل الصاج. انما لما تسحب منه الحراره بيثبت على لما تسحب منه الميه بيثبت على الوضع اللي هو فيه ده. الهاي مولدابيلتي ان انت لما تحطه في قالب ويتراك تلاقيه خد شكله بسهوله. الهاي فلوابيلتي ان انت لما تصبه في قلب القالب تلاقي ايه خد يعني اتحرك الاركان ومال كل الحاجه مال كل حاجه. الاثنين تقريبا مرتبطين ببعض بس عشان نفهم الفلوابيلتي شويه. لو احنا مثلا عندنا سطح مائي وانت صبيت عليه شكاره رز وصبيت عليه شكاره دقيق مين فيهم هيبقى ليه فلوابيلتي اعلى؟ اكيد الرز. يبقى في الغالب الفلوابيلتي ده ليها علاقه مباشره او بيسموها دايركتلي بروبورشنال او طرديه مع ايه؟ مع الحجم. كل ما حجم الجرين بتاع الساند كبرت كل ما حصل له فلوابيلتي افضل. كل ما سهل ان هو ايه؟ يبقى فيه سريان. وده انا عاوزه، عايز هاي فلوابيلتي. ممكن تحط كلمه بين قوسين سيوتك. وعايز هاي مولدابيلتي، عايز اي حاجه الرمل احط في اي قالب ياخد شكله. ما دي مزايا من مزايا اساسا الساند كاستنج بشكل عام. فاكيد يعني عايز الساند يبقى فيه هاي مولدابيلتي. عايز ليه لونج بنش لايف، عايز فتره عمر كبيره. الرمل زي ما قلنا هو مش رمل بس، هو رمل معاه باينر ومعاه ووتر ومعاه ديتكتيفز ثانيه. زي مثلا هو ما فيهوش ووتر لسه يعني، او انا لسه جايبه خليط بس ممكن يبقى فيه نسبه رطوبه شويه فممكن يشك زيه زي الاسمنت. فانا مش عايز البنش لايف ماله يبقى قليل، لو اتركن يفضل محافظ على الصفات بتاعته. فانا عايز هاي بنش لايف. الهاي ديورابيلتي يعني ممكن اعيد استخدامه كتير، يعني في الساند كاستنج ممكن اعيد استخدام ساند كتير جدا من غير ما الجا ان انا مثلا ايه اجيب حاجه غيره. ما هو ده اساس المزايا من زي ان هو تشيب وان هو تحت ايديك مش محتاج معاه عماله ماهره وفي نفس الوقت تعيد استخدامه. هو دوت ميزه من مزاياه. بالنسبه للكيميكال رياكتيفيتي انا عايزها فيري لو، مش عايز الساند يتفاعل معاه. احيانا يوصل ان هو يكون ايه انا عاوزه انرت. فانا عايز فيري لو كيميكال رياكتيفيتي او انرت كيميكال رياكتيفيتي. نمسك بقى كومبوننت نتكلم عليه. بالنسبه للساند جرينز فهم متوصفه بحاجتين، يا اما سايز يا اما شيب. السايز دوت وده ليه علاقه بتست احنا هنبدا نعمله النهارده وليه حسابات مهم جدا من اهم المسائل اللي هتقابلنا. بس خلينا نفهم السايز دلوقتي. عندي تو كلاسيفيكيشن، عندي فاين سايز او كورس سايز. كورس ده يعني حجم كبير مقارنه بالفاين اللي هو صغير. احنا بنقارن ما بينهم عشان ده جزء نظري مهم جدا بالنسبه لنا. لما يكون في حاجه فاين يعني صغيره جدا الترمابيلتي قليله. ليه؟ لان يعني الفاين قريب من بعضه فراغاته قليله فما فيش نفاذات كبيره وده قليل. انما ده في الكورس كبير الفراغات اللي احنا شايفينها زي الحاجات المثلثه ديت كبيره نسبيا يعني بنقارن ده بده. الفلوابيلتي نفس الفكره، عندي حاجه حجم الجرينز بتاعتها كبيره وعندي حاجه الجرينز قليله. مين ليه فلوابيلتي وسريان اعلى؟ هتلاقي الكورس. نفس المثال بتاع الرز والدقيق مثلا، ده مثال ما بينهم. عندي مثلا الكاستنج سيرفيس فينش، مين فيهم هيديني سيرفيس فينش افضل؟ هو الساند كاستنج ليه سيرفيس فينش ممتاز؟ لا، لو هنقارنه مثلا بالبيرمننت او الداي كاستنج. طب ليه مش ممتاز؟ لان دايما بيبقى فيه فراغات في المعدن بيفلو فيها، ممكن الرمل ايه اللي يحصل؟ يلزق على السطح وممكن يدوب معاه. خلينا نتكلم في الفراغات، في جزئيه الفراغات دي. لو هو فاين فراغات كبيره؟ لا، فبالتالي السطح الى حد ما مفيهوش رفنس. ففي الفاين جرينز بيديني كاستنج سيرفيس فينش افضل مقارنه بالايه؟ بالكورس. عندي الريفراكتورنس تحمل الحراره، لو سيل الاثنين نفس نوع الساند بس ايه؟ ده حجم جرينز كبير وحجم جرينز صغير، مين فيهم هيستحمل حراره اكتر من فتره اطول؟ اكيد طبعا الكورس ريلاتيف للحجم فدي حاجه باللوجيك. طيب نخش في النقطه الثانيه الشيب. عندي ثلاثه كلاسيفيكيشن، يا اما راوندد يا اما انجلر. يعني راوندد يعني كور تقريبا كور، انجلر ان تلاقي ليها حواف حاده كده زي ما احنا شايفينها بيسموها منشوريه، دي دائريه دي منشوريه، دي بيسموها ايه؟ سب انجلر ان بتوين. ولا هي منشوريه ولا ليها حواف، قصدي حواف حاده، ولا ليها حاجات راوند، حاجه ما بينهم بيسموها احيانا بيضيه مش بيضاويه، بيضيه حاجه ما بينهم كده، حاجه ما تبقاش توصفها الا بانها بانها ايه؟ بين ده وده. بالنسبه للخواص السترينث في الراوند عاليه مقارنه بالانجلر قليله. طب ازاي بقى؟ احنا مش عندنا انجلر؟ اه يعني الحواف مرتبطه بالحواف في
انتاجلمنت ما بينهم، في تشابك ما بينهم، يبقى ازاي بقى الاسترنس ده قليل؟ هقول لك، لان الساند بتاع الكاستنج ماله؟ في مش ساند بس، لو كلامك ده صحيح لو هو ساند بس، انما انت داخل معايا حاجه اسمها ايه؟ بايندر. البايندر ده العامل الاساسي في الرابط ما بين الايه؟ الجرينز. طب البايندر هنا قادر يقوم بدوره عشان في فراغات هو قادر يخش جواها. بايندر ده كل ده بايندر. فبيمسك مع بعض، بيعمل زي فيلم، ساند فيلم كده، لاير موجوده على الجرين ويربطها بالجرين اللي جنبها عن طريق الفيلم اللي هو عملها على الجرين اللي جنبها. انما الانجلر بيبقى صعب ان البايندر يخش في الفراغات دي، فبيبقى معتمد على ترابط الايه؟ الحبيبات مع بعض لوحدها. طب لو احنا اتكلمنا على ترابط الحبيبات لوحدها بتغلب، بس لما دخل معانا البايندر هو داخل في الحالتين، يدخل في مين اكتر؟ في الراوند، فتلاقي الاسترنس فيها اعلى، لان البايندر هو الكي بالنسبه للاسترنس والتماسك ما بين الايه؟ الساند جرينز الخاصه بالكاستنج. طيب يبقى الاسترنس هنا اعلى من دي. ده طبعا ميديان في كل الخواص. الفلوبيليتي، هتلاقي الفلوبيليتي ده اعلى، عامل بالظبط زي ما كنت بترمي كوره بولينج وبترمي حاجه ايه؟ مكعبه، حاجه ليها حواف حاده، هتلاقي الفلوبيليتي بتاع ده اعلى. البرمابيليتي، البرمابيليتي هنا ايه؟ اعلى، لان هو راوندد مهما دخل فيه بايندر فهو برضه فيه فراغات اكبر من ايه؟ من ده. تمام؟ نرجع بقى لتاني جزء، الووتر. الووتر كنسبه في ستاندرز بتقول ان هو من 1.5 لـ 8%، وفي ستاندرز تاني بتقول من 2 لـ 7%، بس هو ايه؟ ممكن تقول ان هو من 1.5 لـ 8%. ده اشمل يعني. بالنسبه للووتر، الووتر زي ما قلنا هو بياكت في حاجه اسمها البايندر، يعني البايندر لوحده مش كافي، البايندر محتاج ايه؟ محتاج ميه تفعله وتساعده. بايندر حتى لو هو لوحده كافي فهو محتاج ميه بتساعده، بتزود حته التماسك ده شويه. البايندر بقى نفسه هنتكلم عنه، في اربع انواع اساسيين ممكن يتفرع منهم حاجات، ممكن يبقى زاد عليهم حاجات، بس احنا بنذكر اكتر حاجه منتشره اللي هم الاربعه دول. عندي الفاير بلاي، وده اكتر حاجه منتشره ورخيصه، اللي هو طمي. طمي الناري زي ما بيقول، منتشر جدا. عندي حاجه اسمها الدلتونايت، ده عباره عن صوديوم او كالسيوم مع الكلي، يعني بنطعم الكلي بصوديوم او كالسيوم عشان يكسبوا شويه خواص زياده. الليمونايت هو عباره عن ايه؟ ايرون اوكسايد هيدروكسايد. ايرون اوكسايد هيدروكسايد. عندي اخر حاجه اسمها الكاولايت. دي اربع انواع، نبقى عارفينهم بس مش اكتر، اربع انواع للبايندر اللي هو دوره بيزود تماسك الجرينز مع بعض. طب الكلام ده كلام لطيف جدا، بدانا نتكلم عن الساند وايه هي مكوناته وايه هي الخواص الاساسيه الموجوده اللي فيه، وبدانا نصنف شويه حاجات. ناقصنا بقى ايه؟ الاديتيفز، الحاجات اللي انت بتزودها. ايه الاديتيفز دي؟ دي حاجات انت شايف شويه خواص انت مش هتقدر تبقى موجوده في الايه؟ في الكومبوننتس لغايه الووتر بس، يعني ساند جينز وبايندر ووتر بس، لا انت محتاج تزود عليه حاجات من عندك. زي ايه؟ زي مثلا الايرون اوكسايد، يعني براد الحديد، بتزودها علشان ايه؟ لو انت بتتعامل في حاجه عايز تحافظ على السترينث بتاعك درجه حراره عاليه، يعني الساند اللي انت هتستخدمه حضرتك هتستخدمه عشان تعمل كاستنج لميتال درجه انصهاره عاليه جدا، فانت محتاج تحافظ على السترينث بتاعته في درجات الحراره العاليه، او بطريقه ثانيه بنسميها ايه؟ بيزود الايرون اوكسايد، بيزود الهوت سترينث. بيزود الهوت سترينث يعني بيزود قدره الكاستنج الساند، قدره الساند ان هو يحافظ على السترينث بتاعته في الحرارات الايه؟ العاليه. المولاسس اللي هو بيسموه العسل الاسود، العسل الاسود اه بالفعل بيستخدم. الموضوع داخل فيه لوجيك شويه، يعني يعتبر بيدعم حاجه اسمها البايندر. بيزود السترينث والتماسك وبيزود حاجه اسمها الكولابسبيلتي. ازاي بيزود الكولابسبيلتي؟ انت لما تيجي تهده انت كده كده اساسا بتوفر ستريس كافي ان هو يقع. فالكولابسبيلتي ان هو ينزل كتله واحده لان يبقوا متماسكين، فالرمل ينزل مره واحده بدل ما ينزل ايه؟ حبيبات كده. فالكولابسبيلتي بتزيد. الكول داست، كول داست برادة الفحم دي بنستخدمها، وفي منكم كتير قوي شافها اثناء التجارب اللي احنا عملناها في كاستنج، التجربه اللي في البدايه خالص دي تعتبر ايه؟ فيسنج ساند. لو انت مثلا حاطط باترن هنا ومش عايز الباترن يلزق في الشكل دوت، فانت بتحط ايه؟ فيسنج ساند في المكان اللي انت هتحط فيه الباترن، او هترش شويه ايه؟ كول داست على الحته ديت عشان ما يلزقش فيها. بل احيانا بنزوده على الرمل نفسه واحنا بنعمله، لو ايه؟ لو في شويه رمل عندي بقى هيتحطوا ويبقوا ملاصقين تماما لكور، هيبقوا مثلا ملاصقين لباترن جوه هيبات فيهم، فانت مش عايز ترش على الباترن نفسه، لا انت هتدمجهم فيه، فشويه رمل يتحطوا على الايه؟ على الباترن ده. او هيبقوا ملاصقين ليه. فده بيزود حاجه او بيستخدموا في حاجه اسمها الفيسنج ساند. ده كده كانت الاجزاء الخاصه بالساند كاستنج او كاستنج ساند. نبدا بقى في الاختبارات.
في اختبار بديهي شويه اسمه جرين شيب تيست، الشيب اللي احنا قلنا بالثلاثه كلاسيفيكيشن، عندي جراوندد وسب انجل وانجلر. ده بنشوف يا اما بالايه بالماكرو سكيل اللي هي مجرده، وده لو حجمه كبير نسبيا، لو حجمه كبير يعني ريليتيف للايه للسايز، يا اما بالمايكرو سكيل، يا اما بالمايكرو سكيل. ماكرو او مايكرو دي قد ايه انت بتفحص الحاجه، او التقنيه اللي انت بتفحص بيها الشيب بتشوفه ازاي. ده مش مشكله دلوقتي، الاهم ان انت تبقى عارف ان هو يا اما راوند يا اما سب انجل وانجلر، والايه والمقارنه اللي ما بينهم دي. نيجي لتاني واحد المويستر كونتنت، هو في قد ايه ميه؟ احنا عارفين ان هو الستاندرد من 1 ل 8%، بس انا جايب لك شويه رم وبقول لك اكتبهم لي. حضرتك هتعمل فيهم ايه؟ هو عباره عن ايه الرم دلوقتي؟ ده ساند وكلاي وايه؟ كلاي اللي هو البايندر مثلا، وميه وشويه اداتيفز. انت عايز تعرف الميه لوحدها قد ايه بس؟ هتعمل ايه؟ هتعرضه لحاجه تسحب منه الحراره فتقدر توزنه قبل يعني هو في ميه وبعد من غير ميه، اللي هو ايه؟ حراره. الحراره بتتبخر عندي كام؟ عندي 100، سخنه اكتر درجه حراره اعلى شويه 105 مثلا عشان تتبخر تماما. بنسخنه ازاي؟ لا اما بانفرا ريد لام يعني اشعه تحت حمراء بنزود الحراره بتاعتها، او بنسخنه ان احنا ندخله فرن بيسموه فرن التحميص. بنسخن نظبطه على 100 كده 105 110 عشان يزود الحراره، بتبقى كافيه انها ايه؟ تطلع الميه بس. فانت عندك ويت 1 قبل، وده حجم الساندل تقريبا بيبقى 20 جرام، في بعض الستاندرز الثانيه 50 جرام. تبدا تسخنه لمده معينه حوالي 3 ل 4 دقائق يبقى كافيين بالنسبه لحجم الساندل اللي هي ال 20 ديت، ان هم ايه يتبخر الميه اللي فيها. وبعد كده تبدا توزنه تاني ويت 1 ناقص ويت 2 على ويت 1 ريلاتيف للساندل سايز الاساسي، هيدي لك الايه؟ المويستشر كونتنت. ويت 1 بيسموه ويت ماس اللي هو فيها ميه، وديت دراي اللي هو طلعت منها الميه. طيب بالنسبه للكلاي كونتنت، احنا قلنا ايه؟ الرمله عباره عن ايه؟ ساند جرينز وكلاي اللي هو الفايندر، وعندي ووتر وعندي اداتيفز. احنا عايزين بقى الكلاي لوحده. هنبدا نفكر بنفس الكونسبت اللي فكرنا نطلع بيه الميه. ايه اللي هيطلع الكلاي؟ حراره؟ لا مش هيطلع الحراره. فانا دلوقتي مثلا هبدا واحده واحده، جبت ويت 1. ويت 1 اللي هو السامبل ويت، وتقريبا ده 50 جرام. جبت سامبل كده من رام 50 جرام، انت عايز تحسب فيها كلاي قد ايه؟ هنعمل حاجه بسيطه، هنجففها، يعني هنعرضها كاننا بنعمل لها مويستر كونتنت تيست في البدايه عشان نطلع الميه اللي موجوده فيها. عشان يطلع لنا ايه؟ ساند وكلاي بس مثلا، اركن الاداتيفز دلوقتي، كده كده مش ههتم بيها او خدها في اعتبارك مش فارقه. يعني دلوقتي ويت 1 اللي هو ايه؟ سامبل سايز 50 جرام، طلع منه الميه بس، حرارته الحراره، جففه او اشعه تحت حمراء، من حراره ادالك ويت 2، يعني ويت 2 عباره عن ايه؟ السامبل سايز وشايل منها الميه. طيب يبقى احنا هنشتغل دلوقتي ويت 2 وزاوت مويستر بفور تيستنج، ده قبل الاختبار. هتعمل بقى ويت 2 ديت، هتاخدها هنجيب اناء تقريبا حجمه 400 سنتيمتر كيوب من الميه، وتبدا تدوب فيه الايه؟ الرمله دي. بعد ما تشيل الميه؟ بعد ما تشيل الميه، وهتفهم ليه. لما بتدوب في الميه ايه اللي بيحصل؟ الرمل بيتركن تحت، بدل ما تسيبه بيركن تحت، انما الكلي بيدوب في الميه، الكلي بيدوب في الميه. طيب ونشفط الميه دي بايا كانت التول اللي هنشفطها بيها، ونسيب الرمل، ناخد الرمل ده تاني نبدا نحطه في ميه تاني في نفس الحجم 400 سنتيمتر كيوب تقريبا اللي في الستاندرد، ونقعد نقلب ونلاقي الميه اتعكرت، نسحب الميه المتعكره ونسيب الرمل اللي تحت، ناخد الرمل دوت ندوبه في ميه تاني، وهكذا ونكرر لغايه ما نلاقي ايه؟ لما نلاقي المفروض الكلي اختفى، ما احنا عايزين نوصل لده. الكلي اختفي ازاي؟ هتلاقي الميه رايقه، ما رايقه خلاص، مش نقيه، رايقه. تمام؟ عشان ده برضه اولا واخيرا ده ايه؟ سم. طب خلاص لما تروق الميه ابدا اسحب الميه اللي على الوش، وده ليه تكنيك معين. هيفضل لنا الرمل، بس الرمل دلوقتي دخل له ميه، فهتعمل ايه؟ جففه تاني. جففه تاني. يبقى ويت 3 هو ايه؟ الساند ويت بس من غير ميه، من غير ميه ومن غير كلاي. فبالتالي لما تطرح ويت 2 ناقص ويت 3، ويت 2 دوت حجم الساند من غير مويستر، ويت 3 دوت من غير ولا مويستر ولا كلاي، هيديك ايه؟ هيديك حجم الساند من غير كلاي ولا ايه؟ من غير كلاي. فتبدا تقسمه على ويت 1، على ويت ايه؟ 1. يبقى ويت 2 ناقص ويت 3 على ويت 1. انت في المويستر الاثنين شايلهم من بعض. انت عايز الويت بتاع الايه؟ الكلي لوحده. عايز الويت بتاع الكلي لوحده، فهتعمل ايه؟
خدت الويت 2. الويت 2 اللي هو عباره عن ايه؟ يعني خلينا نكتبها تاني كده عشان ايه ممكن تكون اتلخبطتوا. الويت 2 اللي هو ايه؟ ساند وكلاي. ساند وكلاي على اعتبار مثلا ان هو ايه؟ ساند وكلاي ووتر. فانت لما شلت من ويت 2 من اللي هي 50 جرام شلت الميه وادالك ويت 2 بقى عندك ايه؟ بقى عندك ساند وكلاي. الويت 3 عباره عن ايه؟ ساند بس. ساند بس ليه؟ ان انت شلت منه في الاختبار ايه؟ الخلايا، وشلت منه الايه؟ الميه، يعني جففت تاني، يعني احنا بنجفف مرتين. فالساند وكلاي ناقص الساند هديك ايه؟ كلاي بس. يعني ويت 2 ناقص ويت 3 ده بيمثل كلاي بس. واحد يقول لي يا باشمهندس انت ناسي الاديتيفز، ما هو انا لو حطيتها هنا برضه اديتيفز وطرحتها برضه ديت ساند واديتيفز، لان ولا التكليف ولا التقليد ده الاديتيفز بتعمل فيه حاجه، ايه اللي هيحصل؟ كاني طرح الاثنين بعض برضه هيديني ايه؟ كلاي، فتعتبر زي كومن فاكتور ومش لازم. تمام؟ فانت دلوقتي اداك نسبه الكلاي لوحدها تقسمها على النسبه الاساسيه ال 50 جرام، لان هو طالب منك تعرف في السامبل سايز انت عندك كلاي قد ايه؟ لان السامبل بتعبر عن ايه؟ عن مثلا الشوال اللي انت جايب منه الرمل، او الكميه الاساسيه اللي انت جايب منها الرمل. يبقى ويت 2 ناقص ويت 3 على ويت 1، ويت 1 ده سامبل ويت 50 جرام، ويت 2 دوت اللي هو 50 جرام من غير ميه، ويت 3 من غير ميه ولا كلاي. يعني احنا بنجفف مرتين. ده كده الكلاي كونتنت تيست، وتالت تيست عندنا نبدا نكمل الباقيين. ده تكملة للكنترول تيست. احنا حاليا في البرمابيلتي تيست. البرمابيلتي تيست ده بيختبر النفاذية اللي احنا بنشوفها بالنسبة للجينز مع بعضها، او بالنسبة للساند كول مع بعض والمكونات بتاعتها. البرمابيلتي انا مش عايز اقول عالية اول ولا قليلة اول، بس سي ان احنا مش هنصنفها دلوقتي انها عالية ولا قليلة، احنا عايزين نديها رقم، عايزين نبدا نديها رقم على اساسه يبقى حاطين اختبار عشان نقيس الرقم دوت، ونحط في الستاندرز ان مثلا السبيكه ديت عشان انت تبدا تعملها كاستنج بالظروف ديت انت محتاج برمابيلتي نمبر للساند بتاعها كذا، فده هتتطلب اختبار معين. ايه هو الاختبار ده؟ احنا بنختبر نفاذيه، يعني من الاخر عايزين نختبر قد ايه الجرينز ديت او الساند دوت لما يبقى مبكوك محطوط في هيئه قالب الهواء بيطلع من خلاله ازاي مثلا، وعايزين ندي للسريان دوت او العمليه ديت رقم مميز. ايه هي البرمابيلتي نمبر؟ البرمابيلتي نمبر ده رقم مميز لا بيقيس حاجه اسمها البرمابيلتي خاصه بالكاستنج ساند. التجربه دي زي ما احنا شايفينها كده برسم كوكي هاند سكتش بيطلب مننا في الامتحان للسيت اب الخاص بالاختبار دوت. ايه فكرته؟ ان احنا عندنا فلاسك فيه ميه وعندي فوق مقلوب عليه مشفوط جواه فلاسك فيه هواء. الهواء دوت الفلاسك بتاع الهواء تقريبا في الستاندرد 2000 سنتيمتر كيوب من الهواء. بيبدا ايه اللي يحصل فيهم؟ هما معزولين تقريبا في البدايه عن الميه، وفي زي سيل شايلهم وبيبدا ينزل بيهم واحده واحده، يعني اكن الويت بتاع الهواء او الهواء بيحصل له ايه؟ لما الفلاسك ده يبدا يضغط لتحت الهواء دوت ما يلاقيش مكان يهرب فيه غير ماسوره الايه؟ الماسوره اللي طالعه منه دي. يعني مجرد الميه اكن الميه بتعمل لنا دامبنج، بتمهد او بتبطئ سريان الهواء عشان نواكب السريان الطبيعي اللي هو بيبقى موجود في الايه؟ في المود، لان احنا مش عايزين الهواء مضغوط بسرعه عاليه، الهواء مضغوط بسرعه عاليه هيفتح لنفسه من ايه؟ نفاذيه، ومش دي النفاذيه الحقيقيه اللي احنا بنختبرها. طب احنا بنختبر ايه هنا؟ بنختبر نفاذيه الهواء دي من خلال الساند سبيسمن دي. دي ساند سبيسمن مضغوطه يعني متجهزه وليها ابعاد ستاندرد، قطرها 50 ملم وطولها 50 ملم. حطينا بعد ما جهزناها طبعا في الايه؟ في الفلاسك المقلوب ده، زي كونتينر. من الجناب مفيش اي ايه؟ فراغات، يبقى الهواء ما قدموش الا حالتين، الهواء طبعا مضغوط هنا وضغط بطيء نتيجه لان انا ايه؟ حاطط ميه بتعمل دامبنج، يعني انا ايه؟ اكني بعمل سيميليشن للايه؟ لسريان الهواء جوه المول، وهو ما فيهوش سكه غير ماسوره الميه دي، انا اسف الماسوره ديت، والماسوره ديت اللي فيها هواء بتبدا تطلع من هنا، لا اما هتعدي فوق لا اما اللي يحصل فيها تخبط هنا ومفيش نفاذيه فترجع تاني ايه؟ في الماسوره دي. طب هل في البوع هنا؟ لا، تقدر تقول ان احنا مركبين زي ايه؟ زي فالف، وحتى لو عدت ورجعت تاني هنا، ما ده برضه هيبطئ العمليه، وبرضه العمليه كلها مش هقدر اقيسها الا لما الفلاسك ده بالكامل قعره ده يلمس المايه، يعني اتاكد ان الهواء كله مشي من الفلاسك ده.
ده كده نهايه التجربه. يعني نهايه التجربه بتعرفها امتى؟ لما الاقي الفلوس ده بالكامل الايه البطن بتاعه لمس المايه. فحتى لو رجع شويه هواء في السريان دوت برضو الايه الاختبار لسه ما خلصش. فانت عندك هواء لا اما تهبط وتعدي من الايه من الجرينز لا اما ايه ترجع. واحنا خلاص تقريبا يعني قتلنا الاحتمال دوت. يا اما ايه اللي يحصل؟ تروح للناحيه الثانيه يا اما تعدي يا اما تروح للناحيه الثانيه. ايه الناحيه الثانيه دي؟ الناحيه الثانيه دي انبوبه مانوميتر بيبدا يقيس الايه الضغط، ضغط الهواء اللي ما عداش، ضغط الهواء اللي ما عداش من ايه من السانس سبيس من دي. طيب كل الكلام ده كلام جميل، بما ان ده مانوميتر فبيديني قرايه بريشر، ابدا اشتغل بقى في الرول ده. الرول ده امبيريكال يعني حاجه محطوطه كده نتيجه قياس، نتيجه كويشنز كتير مش عليك تعرف اجابات منين، انت عليك تعرف بس الرول ده وتحفظه. وهو الفي اتش على الاي بي تي. الفي ده الفوليوم الخاص بالهواء اللي انت بتختبر ايه تختبر حجمه في نفاذيه الايه الساند. الفوليوم ده ايه سنتيمتر كيوب، وتقريبا دوت 2000 سنتيمتر كيوب بالنسبه للستاندرد. بالنسبه الاتش، اتش دوت ارتفاع السبيس من هو تقريبا في الستاندرد 50 ملم. الاريا ده كروس سكشن اريا خاص بالعينه بتاعت الساند اللي هو باي 4 دي سكوير الدايمتر سكوير، ودي ديت 50 ملم في الستاندرد برضه. البريشر ده الماكسيمم بريشر اللي قاسه المانومتر، اعلى بريشر اللي قاسه، لان المانومتر هتلاقيه عمال يحصل فيه لك فلكتويشن عمال مش راسي، فانت بتاخد اعلى قرايه. لان اعلى قرايه دي بتعبر عن اعلى ضغط، اعلى ضغط لكميه هواء ما قدروش يعدوا منين؟ من الساند بليتس. فانت بتشوف يعني ايه اعلى ايه؟ اعلى اقل نفاذيه، يعني او اقل نفاذيه حصلت عند ايه؟ عند اعلى ضغط، لان ايه هواء خبط وراح مره واحده راح للمانومتر. التي ده الاست تايم الاختبار خده كله ان ايه؟ المانتس. يعني الوقت اللي انا اتخذت كله في المانتس لغايه ما الهواء كله فضل منين؟ من الفلاسك اللي احنا شايفينه ده. ده اديني probability number، وده سؤال تعويض مباشر مش هتعب فيه في الامتحان. اهم حاجه تبقى فاهم القانون دوت وعارف ايه اليونتس بتاعته. بالنسبه للميكانيكال تيستنج، فهو ميكانيكال تيستنج زي ما احنا خدنا في الستراكشر اند بروبرتيز قبل كده، عندي تنزال تيست وعندي كومبرسيف تيست وعندي شير تيست وعندي الهاردنس تيست، حاجات كتيره قوي منها الكونسبت هو هو. بس هي الفكره ابدا ادخلك في المود ازاي بنختبر الرمل. الرمل طبعا في حالته العاديه اللي هو ايه بايل كده اهوت، اللي انت شايل كميه في ايديك مش هينفع طبعا تعمله ميكانيكال تيستنج. ميكانيكال تيستنج عايز حاجه راجل. ففي البدايه في خطوه مشتركه اسمها ايه سبيسيمين بريبريشن. لو انا عندي مثلا تنسال تيست فهو بعمل شكله كده يشبه شويه لايه للدوج بون، نفس شكل التنسال سبيسيمين الخاصه بالمعدن بس باختلافات طفيفه طبعا ان ده رم. فبنبدا نضغطه ونزود او يعني نضغطه بكيفيه معينه، يعني ليه تجهيزه معينه، ونبدا نحطه بين ايه هوكس زي ما احنا شايفين كده او جرابس تبدا تسحبه لغايه اما تتكسر بالكامل، وبنقيس منها التنسايل سترينث. الكومبرسيف سترينث نفس الفكره، ببدا اجهزه بخليه شكل اسطواني تقريبا برضه في 50 في طول 50، وابدا اضغطه ما بين تو جوز واشوف الكومبرسيف سترينث بتاعته. الشير تيست بيبقى شكله زي ايه؟ زي جو كده وجو عكسه الناحيه الثانيه، كل واحد فيهم بيوصل في نقطة مختلفة بس عكس بعض. ايه اللي بيحصل في السامبل؟ السامبل طبعا بتبقى برضه حسب الستاندرد فاي 50 في طول 50 ملم، ويبدأ يضغطوا على بعض. البيرست كيس سيناريو ان هو اللي يحصل فيها في السامبل ايه؟ انها ترحل عن بعض كده، التماسك بتاعها بيبقى مناسب، فتلاقي ان هو ايه؟ زي لايرز وحصل فيهم ايه؟ مس الاينمنت او ايه؟ شفتوا عن بعض كده. انما التماسك لو مش قليل كنت هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الجزء اللي فوق من السامبل او الجزء اللي تحت حصل لهم زي ديكي، بعطلوا الرمل يفكك من بعض. ده كده بعض انواع الميكانيكال تيستنج. ده كده كان تمهيد لاكبر تيست عندنا، حاجه اسمها الجرين سايز تيست، وده اللي هنشوفه مع بعض. دلوقتي احنا هنبدا في اخر تيست عندي في الساند كنترول تيست اللي هو الخاص بالجرين سايز. الجرين سايز تيست احنا لما اتكلمنا عن السايز في البدايه قلنا ان هو ليه تو كلاسيفيكيشن فاينز او كورس، وبدانا نقارن ما بينهم مقارنه نظريه. تذكره بس احنا الشيب عندنا كان راوندد وانجلر وسب انجلر، وبرده قارنا ما بينه، والتيست بتاعه كان خاص ان انت بتشوف يا اما بالماكرو سكيل او مايكرو سكيل. انما السايز انت عايز توصفه هو حجمه قد ايه. فالوصف العام بتاع فاين وكورس يمكن ميديوم مثلا ما بينهم،
ده كان وصف مبدئي. انما احنا الامريكان فاوندري سوسايتي دي المؤسسه اللي هي بيدوها سامبل كي اف اس، هي مصممه بالمناسبه السان كنترول تيست اللي احنا ماشيين على الستاندرد بتاعها، صممت اختبار تاني عشان تبدا توصف الجرين سايز برقم بيسموه افريج فاينس نمبر او جرين سايز نمبر، ودي له رمز اي اف اس، وده اللي احنا جايين نحسبه النهارده كرقم. وبعد كده الرقم ده نترجمه لايه؟ الستاندرد والجداول والخواص بتاعته، وده انت بيستخدم لابلكيشنز ايه؟ نفس الفكره بتاعت الستاندرد، انت هتبدا توصف حاجه برقم، والرقم ده نبدا نحطه في ابلكيشنز الخاصه بالكاستنج. مثلا انت مثلا هتشتغل في كاست ان، يبقى انت تشتغل بافريج فاينس نمبر اللي هو الاي اف اس بتاعه مثلا 100، فتروح تشتري اللي هو ايه 100. يعني هو لما تروح تشتري دوت هيكون ناس عملوا الاختبار اللي احنا هنشرحه النهارده وبداوا زي يخزنوا الرام في ايه، في كونتينرز واخده كلها نفس الايه الرقم ده. معلينا من القصه ديت، احنا عايزين نبدا بالاختبار. الاختبار عباره عن ايه؟ هو احنا بنجيب ساند سامبل تقريبا 50 جرام تحطهم في السيت اب ده، اللي بالمناسبه لازم تبقى عارفه هو عباره عن ايه. في فايبريتور تحت وفي فوقيه 11 سيف، السيف ده اللي هو المدخل اللي احنا بنبدا نصفي بيه الرام، ويبقى ليه ستاندرد معين في الشغل هنبدا نفهمه. هم 11 فوق بعض، وفي ال 12 بتاعهم بيبقى بان ما بيبقاش فيها هولز زي كوب، ما فيهاش اي ايه هولز، يعني هو بينزل فيها شويه الرمل اللي عدى من كل اللي قبلها. احنا بنحط ساند سامبل اللي هي 50 جرام ونبدا نعمل فيه فايبريشن لمده تقريبا 5 دقائق. بعد الخمس دقائق نبدا نوزن كميه الرمل اللي فضلت في كل سيف، وبعد كده نعمل الجدول ده. الجدول دوت انت اوريدي تبقى المفروض عارف فيه كذا عمود، بس عايزين نفهم حاجه. السيف ديت مش بمزاجنا، مش اي 11 سيف. هما شافوا ايه؟ ان احنا نجيب سيف كل ما احنا بننزل ان هو فتحه السيف الهولز بتاعته مالها تضيق. يعني لو انا بعد ما خلصت الخمس دقائق بتوع لقيت شويه رمل هنا وشويه رمل فوق هنا، مين فيهم يبقى حجمه اكبر؟ ده ليه؟ لان هو ما عداش من الفتحه الاكبر، انما ده عدى من عدد فتحات كتير لحد ما وصل لفتحه هنا اصغر من هنا. طب انت عرفت منين ان الفتحات اكبر واصغر؟ احنا رصينا. لا، يوصفها لي بروكر. اقول لك يا سيدي ان هم حاطين عليها كود، يعني ده رقم تسلسلي. الكود ده عباره عن ايه؟ 6 دوت، ده عدد الفتحات في اللينير انش، 6 فتحات في اللينير انش، 12 فتحه في اللينير انش. طب مين فيهم بالنسبه للسيف الفتحه بتاعته اكبر؟ اكيد الستة. انا عندي لينير انش في 6 فتحات مره ومره في 12، فهتلاقي الفتحه مالها؟ الفتحه لما الرقم بيزيد الفتحه حجمها بيقل. يعني كل ما انت نازل الفاينس مالها؟ الفاينس ذات يعني حجم الجرين اللي بتفضل عندك مالها؟ بتزيد. او يعني الفاينس نمبر بيزيد لكن كجرين سايز بيقل. الفاينس هنا احنا اللي احنا وصفنا او حطينا من كلمه فاين هي الريفرنس اللي احنا بنقارن على اساسه. بيجر فاينس يعني ايه؟ حجم اصغر، معناها بيجر. بيجر فاينس يعني حجم ايه؟ اصغر. المهم ان احنا نبقى فاهمين الجزئيه ديت عشان بتلخبط جزء منكم. طيب يبقى النمبر دوت والكود دوت اللي هو بالمناسبه حفظ، ده كود بيعبر عن الفتحات في اللينير انش. انت ممكن لما تقسمها كده هتلاقي الانش بيساوي 25.4 ملم، تقدر تجيب تقريبا مساحه الفتحه الواحده اللي هو مثلا انش على 6 وانش على 12 وانش على 20 وهكذا لغايه الايه؟ البان. البان ديت مالهاش كود، احنا واخدينها بان. طيب ايه تاني؟ بدانا نوزن بالجرامز الكتل اللي فضلت في كل ايه؟ سيف. المفروض مثلا يعني لما تيجي تقراها تلاقي ايه؟ ان عدد السيف الاولاني اللي واخد كود رقم 6 فيه 0 جرامز. السيف الثاني اللي فيه 12 فتحه في اللينير انش واخد 0.73 جرامز، هو فضل فيه كده. ال 20 فضل فيه كده، ال 30 فضل فيه كده. وهكذا. المفروض لما نجمعهم يدينا 50، لان هو مش 50 ده 49.93، لان احيانا بيبقى معاك شويه غبار شويه ابخره نتيجه الفايبريشن تار او في لوسس حصل، ده ان جنرال. انما لو لقيت مساله لقيتها 50 ده عادي، ده مفيش اي مشكله، احنا هنبقى فاهمين الكونسبت بتاع الحل. بس ان جنرال هتلاقي ده الرقم ده المفروض يكون اقل شويه. طيب بالمناسبه المساله دي من اهم المسائل وضروري جدا لما تيجي تذاكرها تحلها بايديك تاني، عشان تقريبا مش احتماليه، ده وجودها كبير جدا في الامتحان. طيب احنا بنعمل ايه بعد كده؟ المفروض نجيب البرسنتج اوف ويت اللي فضل عندي، يعني بدل ما احنا معبرين عن ويت بالجرام مره نعبر عنه ايه؟ بالبرسنتج مره ثانيه. فهنجيبه ازاي؟ الويت اللي فضل عندي
على 50%. امال احنا مش قاسمين على ده يا باشمهندس؟ لان انت بتجيبه ايه بالنسبه للعينه اللي انت حطيتها في البدايه، فهتلاقي ان دوت 0 على 50% ادتني 0. 73 من 100 في المية من 100 على 50%، 1.26% على 50%، وهكذا. المفروض لما تجمعهم هيديك قيمه اقل من 100 لان انت قاسم على 50. انما لو قسمت على الرقم ده زي ما انت كنت يعني مثلا حد بيقترح، يعني في العادي لما بشرح المساله ديت حد بيقترح احنا ليه مش قاسمين على ده، هتلاقي ان ده بقى ايه 100%. لا احنا عايزين نجيب الايه بالنسبه لل 50 اللي انت حاططها في البدايه، بالنسبه لل 50 اللي انت حاططها في البدايه، فهتلاقي الرقم بقى 99.86%. طيب بالمناسبه الارقام دي كلها 100% في المية، بس احنا كاننا واخدينها هون فاكتور فوق. لقينا في حاجه ثانيه اسمها مالتبلاير، او ده زي فاكتور. فاكتور بياخدوا الجرينز، بيعبر عن حجم الجرينز، بمعنى كميه الروم اللي فضلت في السيف اللي عدد فتحاته 6 مليون انش بياخدوا فاكتور 3. 3 ده كانه بيعبر عن فايروس نمبر او عن الجرين سايز بتاعه. طيب نفس الفكره، السيف ده ثاني سيف في الترتيب اللي هو 12 فتحه في اللينير انش فضل فيه 73% في 100 جرام، الكميه ديت تبدا تاخد فاكتور بالنسبه للسايز اسمه او عدده 5. ده ستاندرد احنا مش بمزاجنا. نفس الفكره بالنسبه ل 2010. بس في حاجه بقى بتسهل علينا ان احنا نحفظ ده، ان هو المفروض نحفظه يعني ده حفظ. ان ايه بقى؟ ان انا دلوقتي عندي مثلا لو هنبدا نبص للسيف اللي هو الاوردر بتاعه رقم 4 في الترتيب، واخد رقم 30 فتحه في اللينير انش، واخد رقم 20 في المالتبلاير. المالتبلاير ده هنعرف اسمه مالتبلاير ليه؟ لكن هو في حاجه اسمه فاكتور. هتقول ايه؟ هتقول ان الكميه اللي فضلت في السيف اللي واخد 30 فتحه في اللينير انش هو 1 جرام تقريبا. ال 1 جرام ده من الساند قدروا ايه؟ الكميه دي قدرت تعدي من السيف اللي فوقيه اللي فيه 20 اللي هو 20 فتحه في اللينير انش، يعني حجم الفتحه، قدرت تعدي من حجم الفتحه دي، بس ما قدرتش تعدي من حجم الفتحه دي، يعني هي اكبر من اصغر من ده لكن اكبر من ايه؟ من الفتحه دي. فهنديها رقم تقريبي اللي هو ال 20. هنديها رقم تقريبي اللي هو ال 20، نفس الكونسبت بالنسبه لل 40، هتلاقي ان هو ايه؟ الكميه دي عدت من الفتحه دي لكن فضلت في الايه؟ في السيف اللي هو الفتحه بتاعته اضيق شويه، فهنديها رقم 30، فهتلاقي ايه؟ 30 40 40 50 50 70 70 100 100. ما عدا كذا اكسبشن، اول ثلاثه واخر واحده. اول ثلاثه واخر واحده. بس في سؤال وارد جدا ان انتوا تسالوني لما بنساله في لما بشرح المساله ديت، وخليني اقول حته هنا ان المساله ديت من اهم المسائل اللي كان لازم تتشرح وجها لوجه عشان اسئلتكم فيها، بس يعني ايه مفيش اي مشكله لما نتفرج على الفيديو ونسال لو في اي سؤال. نرجع بس للشرح بتاعنا، يقول لك مثلا انا دلوقتي عديت من حجم الفتحه دي اللي هم 30 فتحه في اللينير انش فيها حجم فتحه معين، وانا الكميه دي اتعدت من ده فانا اديته 30. طب ما يمكن يكون ايه اصغر بكتير من ال 30، بس مش اصغر من حجم الفتحه اللي هو 40، يعني حاجه ما بينهم. ليه خدوا 30؟ ليه ما خدش 35؟ ده ستاندرد احنا بنفترضه وعممناه. عممناه ما عدا كذا حاله. اول ثلاث حالات، اول حاله ان هو ايه؟ ما فيش حاجه قبلها بكتير، فدينا رقم تقريبي 3. 6 و 12 ما فيش فوقيها رسيب واحد، فما كانش عدل ان احنا نديله 6 فدينا له 5. ونفس الفكره بالنسبه لل 20 ده خدت فاكتور 10، وبالنسبه للباب ان هو فيها 270 ليه ما خدتش 270؟ لان ما فيش حاجه بعدها تاني، مش ممكن يبقى فيه 280 290 300 320 ايا كان الرقم، فاحنا خدنا له رقم وثبتناه 300. نرجع لان ده ستاندرد مش بمزاجنا، دي الناس كلها اتفقت عليه وعممته. طيب فدينا 300، يعني دول الاكسبشنز. اهم حاجه ان ده كله حفظ وده حفظ، ده بيبقى جيفن، ده بيبقى جيفن، وتعمل منه شويه كالكوليشنز. يعني اهم حاجه العاملين دول والثقه تبقى فاهم جاي منين. احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ بعد ما جبنا البرسنتج وجمعناه، جبنا الجرام وجمعناه، ضربنا في المالتبلاير. ضربنا ايه؟ احنا ما قلناش ضربنا دي خالص. لا هقول لك ضربنا ليه. القانون بتاع الاي اف اس او الافريج جرين سايز نمبر او الافريج فاينانس نمبر هو عباره عن ايه؟ سمشن برودكت، البرودكت ده الكولوم ده، سمشن برودكت على سمشن الويت. ده قانون، ده قانون مطلع من ايه؟ من امريكان فاوندري سوسايتي. هو عباره عن ايه؟ اكنه بيعك سمشن البرودكت بيقسمه على سمشن الويت. طب هو البرودكت اصلا، البرودكت يا سيدي هو عباره عن ايه؟ الويت برسنتج ده مضروب في الايه؟ في المالتبلاير او الفاكتور ده. الفاكتور ده
فاكتور خاص بمين؟ خاص بكميه الرن اللي فضلت في السيف ده. يعني احنا بنضرب ايه؟ 0 في 3 فلقيناه 0. 1.46 في 5 لقينا الرقم ده. 2.52 في 10 فلقينا الرقم ده، وهكذا. وبعد كده نجمعه هنلاقي 11849 في المساله دي. فده السمشن للبرودكت اللي هو سمشن ويت برسنتج لكل سيف مضروب في المالتيبلاي بتاع كل سيف مقسوم على سمشن ويت برسنتج توتال. طب ليه قسمت على سمشن ويت برسنتج توتال اللي هو 99.86%؟ هقول لك يا سيدي، لان انا ضارب فوق في البرودكت ضارب الايه؟ العمود ده، يعني انا مستخدم العمود ده كبرسنتج ضربه في ايه؟ في المالتيبلاي. هو في احتمال تاني؟ اه في احتمال تاني، شكل تاني للقانون، ان احنا نشتغل بالكولوم الخاص بالجرامز. هيدينا نفس الفكره، نفس القانون، نفس النتائج. يعني انت ممكن تشتغل بده، ممكن تشتغل بده، بس الافضل تشتغل ايه؟ بده. لانك هتستخدمه كده كده، كده انت كده انت مضطر تطلعه. هنعرف ليه، بس هو ليه علاقه بالاخر عمود ده كوميوليتيف ده. طيب، يبقى انا عندي شكل القانون كالتالي. ده وده، احنا في الغالب بنشتغل بده. نبدا نحسب البرودكت، ونبدا نحسب السمشن ويت برسنتج. حطينا الاثنين على بعض، حسبنا 11849 على 99.86. يا باشمهندس ده مش في المية، المفروض ده 0.9986. هقول لك يا سيدي سهله، يعني مش الارقام دي المفروض من 100 برضه؟ المفروض تتضرب هنا اهوت من 100، فاكننا خدنا قسمنا هنا على 100 وقسمنا هنا على 100 كومن فاكتور وطالع مع بعض. مش هتقابلوا مشكله في حاجه زي كده. الكالكوليشنز اللي بيحسب حاجات في البروبابيلتي واللي اشتغل قبل كده منكم ماثماتكس هيبقى فاهم الجزئيه دي. فبالتالي هيطلع لي رقم، الرقم ده هو اللي بيوصف الافريج فاينس نمبر او الافريج جين سايز نمبر الخاص بالسامبل اللي انت خدتها ديت. طب لو انا عندي شكاره مثلا رمله وعايز احسب لها افريج فاينس نمبر، تاخد اكتر من سامبل مثلا، ممكن تعتمد على سامبل واحده بس الافضل تاخد اكتر ايه؟ من سامبل ونجيب لهم افريج. طب الرقم اللي احنا طلعنا بيه ده نبدا نفسره، الرقم لوحده مش كفايه. انا بقول لك يا سيدي امريكان فاوندر سوسايتي قالت لك ايه؟ ان في ترتيب للسيفز، واللي انت كل ما بينزل او بيزيد الرقم كل ما بتنزل لتحت الفاينس بيحصل لها بتزيد، يعني الجرين سايز بيقل، فلازم تصنف انت فاين جرينز ولا ميديوم ولا كورس. لو انا لقيتك رقم من 6 ل 30، 6 ل 30 يعني فين؟ يعني متركز حضرتك في اول كام سيفي اللي فوق دول، يعني متركز في الحاجات اللي فتحتها كبيره وما قدرتش تعدي منهم، يبقى انت كجرينز مالها كورس. فمن 6 ل 30 كورس. الفاين هتلاقيه ماله؟ من 140 للبان او ل 300 مثلا لو هنديها رقم. فهتلاقي ان انت الكميه اللي عندك متركزه فين؟ من 140 ل 300 كافريج، يعني لان احنا بنشتغل على افريج، الافريج بتاعك من 140 لايه؟ ل 300. فتقدر تقول ان انت ايه؟ عديت من كل الفتحات الكبيره وفضلت في كام فتحه صغيرين اللي تحت وتوزعت عليهم. فانت ايه؟ فاين. ما بينهم من 40 ل 100 يبقى ده ايه؟ ميديوم فاينس. الرقم بتاعنا 118.7. في الغالب مش هنديكم رقم في الامتحان يبرجلكم كده شويه، لان 118 دي ما بين ميديوم وما بين فاين. انت ممكن تكتب ان هو ميديوم مايل ان هو يبقى ايه؟ فاين، عادي مفيش مشكله. طيب الفكره بتاعت القانون دوت فكره بسيطه، كان هنا بنجيب ايه؟ افريج او ويتد افريج للايه؟ للارقام اللي طلعت لي. يعني ايه ويتد افريج؟ يعني انت مثلا لو عندك كميه مثال، يعني عندك عدد صناديق كل صندوق ليه وزن معين 10 20 30 40 50، عندك خمس صناديق، فانت عايز تجيب له افريج هتجمعهم على بعض وتجيب على خمسه، خلاص مجموعهم على عددهم. طب لو عندك صناديق بالشكل ده، عندك خمس صناديق بس ايه 10 10 20 30 50، دي الاوزان المتواجده فيه، عايز تجيب لهم افريج مجموعهم على عددهم برضه يا باشمهندس. سهله، بس عايزين نفسر القانون ده جه منين؟ القانون ده مش شكله الاساسي. الشكل الاساسي ايه؟ انك بتاخد الفاكتور الواحد وبتجيب له ايه؟ الويت بتاعه اللي بيمثله عندك، الاحتماليه بتاعته. فاحنا عندنا الصندوق اللي وزنه 10 كيلو جرام يتضرب في ايه؟ في 2 على 5. دلوقتي احنا كنا واقفين في مثال الصناديق علشان نوضح الفكره بتاعت القانون، هو حصل مشكله بس في التصوير فهنكمل من هنا. احنا كنا بنقول ان القانون عباره عن ايه؟ احنا بنجيب ويت الافريج للايه؟ لكل حجم منهم، لان كل حجم او كل كميه رمل وقفت في سيف واخده فاكتور معين بيعبر عن الفاينس نمبر او السايز نمبر. احنا عايزين نجيب بقى ايه افريج ليهم عشان نجيب توتال افريج في الاخر اللي هو اي اف اس. بالمناسبه الاي اف اس احنا قلنا الرقم اهو، بنصنف ان هو فاين ولا كورس ولا ميديوم ما بينهم على طريق الرينجز دي، دي خلاص خلصنا منه. القانون بقى يجي ازاي؟ يعني او نعيد الحته دي بقى عشان نوصل الفيديو اللي فات بالفيديو دوت.
احنا دلوقتي عندنا اللي هو من 36 يعني نركز في اول كام سيف، فبالتالي هو كورس جرين من عندي من 140 لباند اللي هو 300 اللي هو تحت، فهتلاقي ان هو فاين. نركز في كام اخر سيف اللي هم فيهم فتحات صغيره قوي في فاين، لو ما بينهم من 40 ل 100 هتلاقيه ايه ميديوم فاين. الرقم بتاعنا رقم ممكن نلاقيه شويه 18.7 في المثال المضروب، لو لقيته هتلاقيه مثلا ايه ما بين الميديوم والفاين، فتقول ان هو ميديوم مايل ان هو يبقى فاين، او ممكن تكتب ان هو فاين عادي ممكن ينضم للفاميلي دي. في الامتحان مش هنجيب لك حاجه تلخبطك كده. طيب القانون ده جاي منين اصلا؟ القانون ده زي ما بنقول كنا بنجيب ويتد افريج للايه؟ ويتد افريج لكل العينه او كل اجزاء العينه في كل سيف منهم، نجيب افريج توتال بقى. طب مثال كده بقى، عندي مثلا خمس صناديق، عندي 10 20 30 40 50، انت بتجيب له الافريج ويت بتاعه بتقسم او بتجمعهم على عددهم، يعني بتجمعهم كلهم من 10 لغايه 50 على 5، بتجمعهم على عددهم. طب لو مثال تاني، مثال زي ده مثلا، عندي صناديق خمس صناديق برضه 10 10 20 30 50، ده الويت بتاعته. بنحسبها ازاي برضه يا باشمهندس؟ مجموعهم على عددهم. طب لما نيجي نشوف مجموعهم على عددهم ده الشكل النهائي، بس ده مش شكل القانون اصلا. شكل القانون جاي ازاي؟ جاي من حاجه اسمها probability، احتماليات. فدلوقتي عباره عن ايه؟ انا عندي ال 10 مضروب في احتماليه وجوده او الفاكتور بتاعه اللي هو 2 على 5، صندوقين من اصل 5 وزنهم 10، 2 على 5 في 10 زائد صندوق من اصل 5 في 20، البروبابيلتي بتاعت ال 20، وهكذا. يعني نعمل سمشن احتمالات او سمشن للويتد افريج لكل ايه؟ لكل صندوق لوحده، وبنجمعهم وفي الاخر يديني ايه؟ الايه؟ الويتد افريج اللي هو يبقى سمشن نمبر اوف بوكسز في سيم واي، اللي هو مثلا 2 هو بالنسبه ل 10 على 5 اللي هو التوتال نمبر اوف بوكسز مضروبه في 10، وهكذا بنجيبها مره في 20 مره في 30 مره في 50، الايه الفاكتورز اللي موجوده عندي. طب في كده علاقتها بهنا ايه؟ ده نفس الفكره تقريبا. طب احنا عايزين نفهمها بقى يا باشمهندس. هقول لك يا سيدي اهو، انا عندي الشكل ده مثلا هنشتغل في البرسنتج، يبقى احنا ممكن نشتغل جرام، ممكن نشتغل برسنتج. طب انا دلوقتي السمشن بتاع الويت، يعني ناخد الشكل ده نحطه في شكل تاني بقى، هناخد سمشن بره كانها كومن فاكتور، ونعمل ايه؟ هو الامريكان فاوندي سوسايتي جرين سايز نمبر عباره عن ايه؟ السمشن. هنشتغل سيف سيف ونجمعهم بقى، ده معنى كلمه سمشن. هو عباره عن ايه؟ الويت اللي في السيف الواحد سيب مثلا ده 1.46% مقسومه على التوتال برسنتج اللي هو 99.86 مضروبه في المالتيباير او الفاكتور بتاعها مثلا 5، زائد بقى موضوع معنى كلمه سمشن اللي تحتيه اللي هو ده الويت بتاع السيف برسنتج اللي لاقيين 2.52 مقسوم على التوتال ويت توتال برسنتج اللي هو 99.86 مضروبه في المالتيباير بتاعها اللي هو هنلاقي كام؟ 10، وهكذا نقعد نجمع. يعني ده شكل القانون دوت اللي يشبه الايه؟ لده. ال 10 هنا ده وزن الايه؟ وزن الصندوق معين، يعني فاكتور ممكن يتغير مره 10 مره 20 مره 30 مره 50. هنا الفاكتور ممكن يتغير اللي هو الايه؟ مالتيباير مره 3 مره 5 مره 10. موضوع الاحتماليه هنا ايه؟ كان 2 على 5 عدد الصناديق على التوتال نمبر الخاص بالصناديق. هنا ده عباره عن ايه؟ وزن السيف، الوزن الخاص بالفاكتور مثلا 5 على التوتال وزن التوتال. هناك صناديق هنا ايه؟ ويت. فدي هي الفكره، احنا بنجيب حاجه اسمها ويتد افريج. فده كان بيشرح لنا او الفكره دي بتشرح لنا القانون جه منين. لقيتها لخبطتك عادي، القانون ممكن تشتغل فيه عادي، محافظه ورصه وابدا ايه عوض على طول. ده ستاندرد، مش مطلوب منك اساسا تبقى عارف هو جاي منين، دي حاجه بتفهمك اكتر. لقيتها لخبطتك انساها. طيب في حاجه ثانيه هتستدعي ان احنا نرسم حاجه اسمها ديستريبيوشن كيرف. الديستريبيوشن كيرف دوت ايه هو او ايه لازمته؟ احنا عايزين نعرف توزيع الساند سامبل على السيفز ازاي؟ يا باشمهندس ما احنا حاطينها في ويت هي واحنا عارفينها. لا انا عايزها كرسم، حاجه تجميعيه كده. طب ليه؟ هقول لك يا سيدي مثال بسيط. احنا لقينا مثلا مسالتين لقينا او مثلا حالتين، انت جبت مثلا كميه رمله هتستخدمها في كاستنج وكميه ثانيه. جبت كميه من عينه عندك او جبت عينه من كميه عندك وبدات تختبرها، لقيتها متوزعه بالتساوي على الايه؟ على السيفز تقريبا او توزيعة معينه يعني، لقيت ان الافريج بتاعها الاف اس بتاعها 100، وعينه ثانيه
من حاجه تانية بقى، من شكاره رمل تانية او كميه رمل تانية، لقيتها بالكامل متركزه عند السيف اللي واخد رقم 100 بالكامل. طب الاثنين ليهم نفس الاي اف اس، بس الاثنين زي بعض؟ لا مش زي بعض. معنى كده ان احنا اكتشفنا ايه؟ ان الاي اف اس كرقم مش كافي لوحده يعبر عن الجيم سايز تيست، مش كافي يعبر ان هو بتاع الجيم سايز. لازم تعرف حاجه اسمها ديستريبيوشن، معينه متوزعه ازاي، متوزعه ازاي. فده استدعى ان احنا نطلع عمود تاني اسمه كوميوليتد برسنتج. ده عباره عن ايه؟ هقول لك يا سيدي، ده تجميعي للنسب الخاصه بالايه؟ بالعمود ده. تجميعه ايه؟ يعني بنقراها ازاي؟ لغايه السيف الاولاني كان في نسبه قد ايه في الميه من التوتال اماونت؟ لانها 0%، ف 0%. لغايه السيف الثاني اللي هو واخد رقم 12 او 12 فتحه، لقينا فيه قد ايه؟ اوله 0 زائد ده بيديني ده، يعني بجمع الاثنين دولت وبيديني ده. طب لغايه السيف الثالث هتلاقي الثلاث نسب دولت اداني ده، يعني انا بجمع عند كل واحد بقف عنده بشوف من اول سيف لغايه عنده في قد ايه وهكذا. يبقى باللوجيك ده هلاقي مثلا لما اجي اقف عند البان ان من اول خالص لغايه البان، من اول خالص لغايه البان المفروض يديني ايه عند البان هنا؟ الرقم بتاع الكوميونتي بتاعها، النسبه الكليه، لان مفيش بعدها خلاص، هي اخر حاجه. يبقى اخر حاجه هي البان، اللي هي الرقم ده. الرقم ده لازم يبقى نفس الرقم ده، لازم، يعني ده زي تشيك ليك وانت بتكمل حاجه في المساله، لقيت في مشكله ابدا ايه؟ وقف وعيد حساباتك. طيب عايزين نرسم بقى حاجه اسمها ديستريبيوشن كيرف، لان انا مش كافي لوحده الرقم زي ما قلنا. الديستريبيوشن كيرف خلينا شغالين مثلا في الكيس بي دي، دول ثلاثه كيسز جنرال كيسز المفروض نلاقي حاجه شبهها. فانا دلوقتي عندي A وعندي B وعندي C، خلينا شغالين في B. ترسمها ازاي؟ اقول لك يا سيدي لغايه السيف اول سيف رقم 6 في نسبه معينه، مثلا هتلاقي 5%. طبعا ده كوميوليتيف، يعني هنا مرسوم الكود السيف كود 6 12 20 30 لغايه البان، وهنا ده كوميوليتيف برسنتج يعني نسب 0 لغايه 100%. بس هنلاقيها وقفنا عند كام؟ 99.86، لان انا النسبه الكليه عندي مش 100%. احنا عرفنا ان في شويه لوسز، دي نقطه مهمه هتسمع في حاجه ثانيه هنلاقيها بعدين. فدلوقتي خلينا نرسم بس البي، لغايه سيف 6 مثلا 5%، لغايه سيف 12 اللي موجود في 6 في 12 كام؟ ولقيته مثلا 10%، رحت حاطط نقطه ورسم النقطه الثانيه هنا اهو. لغايه سيف رقم 20 جمعت اللي في 6 وفي 12 وفي 20 لقيتهم مثلا 115%، رحت واقف هنا اهو. لغايه السيف رقم 30 اللي في 6 وفي 12 وفي 20 وفي 30 لقيتهم مثلا مديك نسبه 20%، رحت واقف هنا اهو. وهكذا. يبقى بنفس اللوجيك لما نوصل للبان هنلاقي مجموعهم كلهم اداني مثلا 99.86، رحت حاطط نقطه. ده شرط، مش ده اكيد لازم يكون موجود، لان البان هي اخر واحده. فلما تعمل كوميونيتيف التجميع لكل اللي قبلها لغايه عندها لازم يديك التوتال اماونت دي. فده كيرف كده. الكيرف ده تقدر تقول عليه ميديم فاينس. ده كده كيس اي فاين وده بوس. عايزين نفهمها ليه بقى؟ المفروض تبقى عارف او فهمت بقى من واحنا بنرسم بيه بنرسمها ازاي؟ فهمت ازاي اقرا او ارسم الايه؟ الكيرف ده. ابدا بقى ترجم ايه ديت وتقول انها فاين. ليه قلنا فاين؟ لان انا مثلا ايه عمال ارسم بقى من لغايه 6 لغايه 12 اللي وقفت هنا اهوت لغايه 20، لقيت نفسك لغايه ال 270 اللي هو قبل الاخير الكوميونيتيف، يعني تجميعت كل اللي قبلك لغايه ال 270 وقفت فين يا دوبك؟ عند 20%. يعني 20% من السب المتوزعين من اول واحد لغايه ال 270، وال 80% الباقيين كلهم فين؟ ما بين ال 270 والباقي. يبقى باللوجيك كده اغلبيه الرمل اللي عندك او السب اللي عندك متركزه فين؟ متركزه لي تحت في الحاجات، او عدت من الحاجات كلها وفضلت لي في حاجه فتحتها ايه؟ صغيره. يبقى دي فاين ولا لا؟ فاين، ده فيري فاين كمان. يبقى كيس ايه؟ فاين. عكسها سي، نفس اللوجيك. هتلاقي مثلا قعدت ترسم لغايه ما تلاقي نفسك ان هو ايه؟ لغايه السيف رقم 30 ان انت وصلت ل 85%، يعني انت عندك ال 85% من الساند سامبل بتاعتك متوزعه ما بين 6 وما بين 30، من 6 لغايه 30 يعني اقصد. طب وال 20% الباقيين؟ متوزعين من اول 30 لغايه البان، معنى كده ان الكتله كلها الغالبيه 85% تقريبا متوزعين على اول كام واحد بس. فبالتالي ده يقدر تقول عليه ايه؟ كورس. فتحتهم اكبر، 20% الباقيين بس هم اللي ايه، او ال 15% منهم هم متوزعوا على الباقيين، فده يبقى ايه؟ كورس. ما بينهم بي، ما بينهم بي. يبقى احنا خلاص عرفنا نرسم نكتب نحسب اي اف اس، عرفنا نرسم الديستريبيوشن كيرف. الديستريبيوشن كيرف برضه اللي هي لازم نطلع منه قيم. ايه هي القيم دي؟ قيم بتعبر عن حاجه اسمها التجانس. الرمل ده موجود عندك بنسبه قد ايه؟ نرجع للمثال بتاعنا بقى. انا مثلا عندي عينتين، عينه منهم العينتين لهم افريج 100، انت عايز تعرف الديستريبيوشن رحت راسمه، عايز تعرف بقى اليونيفورمتي.
مين فيهم اكتر ليه يونيفورم؟ العينه اللي هو بالكامل كان ايه حجم العينه بالكامل كان واقف عند السيف ده 100 لوحده. طيب الثانيه بقى اللي هي كانت متوزعه بالتساوي وانت حسبت لها افريج لقيته واقف عند ال 100، لا ده المهم التجانس بتاعها قليل شويه. ليه؟ مش كلهم واقفين عند نفس السيف. التجانس ده بيقيس قد ايه الحاجه اللي انت جبت منها العينه ديت، او قد ايه العينه قريبه لبعض في الايه؟ في الحجم، يعني تقريبا كلهم نفس الحجم ولا لا؟ عشان نفهم الجزئيه ديت هنرسم الكيرف ده كده نوضحه تاني. مثلا دي كيس ثانيه ما بين كوميونيتيف وما بين السيف كود، هتلاقي حاله رقم واحد اللي هي بي اللي فوق عندي ديت، وحاله رقم اثنين. حاله رقم اثنين دي هتلاقي دي كده اهو، حاله رقم اثنين هو الكيرف اللي واخد شكل اس ده. طيب ايه اللي بيعمل دوت؟ هنقول لا ايه، خلينا نقرا بقى الكيرفين. ان واحد دوت متوزع بالتساوي تجميعيا بالنسبه للكوميونيتيف ما بين كل السيفز، والافرج بتاعه تقريبا حسبناه لقيناه ايه 100. الحاله الثانيه بقى هتلاقي ايه؟ ان السيفز متوزعه في البدايه هنا كده، وهتلاقي ايه مثلا؟ هتلاقي مثلا 25% عنده عند السيف رقم 100، 50% يعني احنا بنقرا من الكوميونيتيف 50% متوزعين برضه عند 100، 75% عند السيف رقم 100. ايه ده؟ ده غالبيته فين؟ عند نفس السيف، ما كانش كله اصلا. يبقى مين فيهم مور يونيفورم؟ اللي هو الكيس الثانيه دي. يعني واحد واثنين مي هاف سيم افريج الاي اف اس، بس اثنين يونيفورم اكتر من واحد. ليه؟ لان تقريبا كل العينه تركزت فين؟ عند سيف واحد. هو السيف ده اللي احنا مش هنعرف نعديه، احنا عدينا من كل اللي فوقيه وقفنا عنده مش هننزل اللي تحتيه. فبالتالي يبقى ده يونيفورم اكتر. طب احنا عايزين بقى ايه؟ الكلام بتاعنا ده كلام ان جنرال، واحنا عرفناه باللوجيك وقعدنا نفهم فيه شويه، احنا عايزين حاجه تقيس لنا معامل التجانس ده، بيسموه سورتنج كوفيشن. ايه فكرته؟ نفس الكونسبت ده. تعمل ايه بقى؟ احنا نقف عند 25% ديستريبيوشن وعند 75% ديستريبيوشن. هنربط في الكيرف، سي الكيرف اللي هو اللي احنا شغالين عليه بيه، هنربط في الكيرف دوت في مره عند الكومه ديت عند 75% ومره عند 25%، ونقسم 75% على 25%. القيمه بتاعتك يا اما تساوي او اكبر من واحد. تساويه امتى؟ في الحاله اللي هو بتاعت الاثنين دي، اللي هتلاقي الديستربيوشن 75% او 25% الاثنين عند نفس الرقم، نتيجه واحد. ودي حاله ايديال، مش هتلاقيها كتير قوي، بس احنا ممكن نلاقيها على الورق مثلا نظريا في مساله، تعرف ان معامل التجانس بتاعك بواحد يبقى تقول ان هو ايه؟ يونيفورم. انما في العادي اكبر من واحد، ان هو ايه؟ هتلاقيه اكبر من واحد، ده الديستربيوشن من بعد ال 25% لغايه 75% بيزيد، اي نعم بس هتلاقيه مختلف شويه. الحاله رقم واحد بقى ديت، فهتلاقي ايه؟ ديستربيوشن 75% على ديستربيوشن 25%، هتلاقيه كونه اكبر من واحد، فتقدر تقول ان اليونيفورمتي بتقل، ان هو ايه؟ نون يونيفورم. طيب بالنسبه بقى لان احنا بنحسب ديستربيوشن 25% و75% كفكره احنا فهمناها، بس لازم نزود حته. ال 75% دي على افتراض ان انت عندك سامبل 100% موجوده عندك، انما في الحقيقه لا هي مش موجوده، انا عندي 99.86 منها، يعني 99.86% موجوده عندي من 100%، يبقى بالتالي ال 75% انت ما بتخشش عند 75%. عشان كده انا عامل ايه؟ عامل شرط ال 75% انما انا داخل عند ايه؟ قيمه اقل منها. ليه؟ لان دي القيمه الحقيقيه، التوتال اماونت اقل من 100%. طب احنا نحسب بقى الديستريبيوشن عند كام؟ نسميه دي 75% اكشوال. طب والاكشوال بقى نجيبه ازاي؟ هنقول لك يا سيدي مش دي التوتال اماونت؟ اه ال 25% عندها تلاقيها عند 24 وكسور في الميه، فنروح عند ال 25 اهو تحتها 24 وكسور ديت، نخش عندها هي وده الديستريبيوشن 25% اكشوال. نفس الفكره عند 75%، تقف عند ال 75% وتيجي تحسبها بقى الاكشوال، هتلاقي 75 على 100 في الرقم التوتال ده الحقيقي، فهتلاقي 74% وكسور او 73% وكسور. نقف عنده ونخش يبقى نجيب ديستريبيوشن الخاص ب 75%. نقطة أخيرة برضه سورتنج كوفيشنت، من الحاجات الغريبة اللي احنا ممكن نلاقيها إن الواحد مطلع لنا الرقم أقل من واحد، ده لوجيك غريب أوي. هتلاقي مثلا في حال في كيرف في الدنيا يبقى ماشي كده ويلف تاني كده، يعني عشان تلاقي ديستريبيوشن 75% ماله قل؟ ده مش لوجيك. أنت كل ما بتزود كمية الديستريبيوشن المفروض تلاقي القيمة أكبر للإيه؟ للسيف اللي أنت لقيته. فده ان جنرال الشغل الخاص بالايه؟ الشغل الخاص بمعامل التجانس او السورتنج كوفيشنت. سريعا كده، المساله دي من اهم المسائل، مش احتماليه بسيطه، دي احتماليه شبه اكيد انها جايه في الامتحان،
فهمها بيتطلب انك تحلها بايديك وبارقام. انا مستوعب ان سكشنها اللي كان المفروض شرح من اكتر السكاشن اللي لازم يبقى فيه تفاعل، فلازم اسئله اروح اجي عشان تفهمها. فانا متوقع كتير منكم يبقى عنده اسئله مش واضحه في اول فيديو شرح، ما انا اكون انا غطيت اغلبها يعني. ففيش مشكله انك تسالوا فيها، بس يا ريت بس طلب ان انت ايه تحلها بايديك بالكامل، ان بعض الاسئله هتلاقيها بتجاوب نفسها لانها مساله حسابيه بحته، وده غالبيه او مشكله اغلب المسائل الحسابيه ان انت ما بتكونش فاهم حاجه فيها لغايه ما تبدا تحلها حتى تلاقيها هي وضحت نفسها. ونتابع معاكم فيها. ده كده كان ازاي بحسب الامريكان فاوندري سوسايتي جرين سايز نمبر الخاص بعينه. عرفنا الستاندرد بتاعها، عرفنا السيت اب، لازم نبقى عارفين رسمه، عارفين نترجم الكود. الكولوم ده بيتعمل حفظ، هو الكولوم الخاص بالمالتبلاير. عارفين ان البرودكت القانون بتاعه او قانون الاي اف اس عباره عن ايه، عارفين ان البرودكت ممكن يشتغل في برسنتج او ممكن يشتغل قدام، يعني ايا كان الكولوم ده او الكولوم ده. عارفين ازاي نعمل تشيك ما بين ده وما بين ده، وعارفين ان احنا بنقسم هنا على 50 عشان نجيب البرسنتج مش بنقسم على الرقم ده. عارفين ازاي نطبق على طول، وكل التراكس اللي موجوده في المساله عارفين ان الاي اف اس ازاي نطلعه ونترجمه بالترجمه اللي احنا استخدمناها دي كورس جيم ولا ميديوم فاينس ولا فاين جيمز. عارفين ان الاي اف اس مش كافي لوحده ان هو يعبر عن الجرين سايز، لازم يرسم معاه ديستريبيوشن كيرف. وعارفين ليه بقى؟ عشان لو جانا في سؤال نظري نضرب المثال اللي هو خاص ب 100 اللي احنا قلناه دوت، عشان كده ده بيدينا ايه؟ بيتر انسايد زي ما قلنا. عارفين ازاي نرسم الكيرف دوت، عارفين حته الديستريبيوشن 75% اكشوال هي وال 25% نطلع سورتنج كوفيشن او معامل التجانس، وعارفين المقارنه. ده مثال تقريبا بيتهيألي ان هو مثلا ممكن يكون جاي او ممكن جه في فاينل قبل كده، عارفين الفرق ما بينهم يعني، وعارفين مين فيهم يونيفورم اكثر. ده كده احنا خلصنا ساند كنترول تيست، واحنا هنبدا بعد كده في شرح جديد الفيديو اللي جاي توبيك جديد. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا، واي اسئله مفيش اي مشكله ان احنا نتابع مع بعض فيها.